في هذه الجزيرة العربية التي أصبحت مسرحاً للأحداث التاريخية التي غيرت الحياة على وجه الأرض من مشرقها إلى مغربها. فقد هيأ الله مكة من قديم الزمان لتكون مهداً لبعثة النبي المختار محمد بن عبد الله. كان ذلك عندما رحل إليها إبراهيم عليه السلام بزوجه هاجر وابنه إسماعيل، وكانت وقتها صحراء جرداء لا أنيس فيها ولا ماء. هنا بدأت الحياة في مكة بإبراهيم الخليل أبي الأنبياء الذي جاء ليغرس التوحيد في مكة، ليعم نوره في الجزيرة العربية كلها، وختمت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قد يبدو الأمر صعباً وقاسياً على نفس الشيخ الكبير الذي رزق بإسماعيل على كبر، ويمتحن فيه بأن يضعه وأمه في هذا المكان الموحش الذي لا ماء فيه ولا طعام، لكنها حكمة الله البالغة. فقد كان الأمر في ظاهره المشقة، وفي باطنه كثير من الرحمات والخيرات. ومضى إبراهيم راجعاً من غير أن يشغل نفسه ببناء بيت يأويان إليه، فقد أمر الله إبراهيم بإسكانهما في ذلك الوادي، فأسكنهما كما أمر الله، وترك أمرهما لله تعالى. وعندما هم إبراهيم بالرجوع تبعته أم إسماعيل ونادته من ورائه. قالت هاجر: يا إبراهيم، إلى من تكلنا؟ قال إبراهيم: إلى الله. قالت هاجر: رضيت. قالت: أالله أمرك بهذا؟ قال إبراهيم: نعم. قالت هاجر: إذن لن يضيعنا. امتثلت هاجر للقضاء المحتوم، وتحلت بالصبر الجميل، ولم تلبث أن جف ضرعها، وأصبحت لا تجد لبنا ترضع به وليدها. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وأخذ الطفل ينتحب ويصرخ، وأمه تتقطع نفسها حسرات عليه، فتركته مكانه وصارت هائمة على وجهها تعدو وتهرول بين جبلي الصفا والمروة. وهكذا بقيت تتردد بين الصفا والمروة حتى أتمت سبعاً. ولقد أصبح بعد ذلك هذا السعي الذي ابتدأته هاجر معلماً من معالم الحج. وهنا في هذه اللحظة البائسة أدركتها رحمة الله عز وجل الرحيم بكل شيء والذي لا يضيع عباده، وأخرج لها الماء من تحت أقدام وليدها. فقد أرسل لها جبريل عليه السلام ليضرب بعقبيه وجناحه الأرض، وانفجرت زمزم
وقال لا تخافي الضيعة، وبشرها بأن هذا الغلام سيبني مع أبيه بيت الله وأن الله لا يضيع أهله. فظهرت حكمة الله في هذا البلاء. ولقد أتم الله على إسماعيل وأمه النعمة، فساق إليهما من يسكن معهما في ديارهما ويأنسان به. فقد مر قريبا منهما رفقة من قبيلة جرهم، رأوا الطيرة تحوم في الفضاء، وهم يعلمون أن هذا الوادي لا ماء فيه، فذهبوا واستأذنوا أم إسماعيل للإقامة بجوارها فأذنت لهم. وشب إسماعيل عليه السلام فيهم وتعلم العربية وتزوج منهم. ثم جاء أمر الله إلى إبراهيم وإسماعيل ببناء الكعبة. أبو الأنبياء بنى كعبة، رفع قواعدها علاها، غرس فيها بذور توحيد، رواها نبينا وراها. ودعا إبراهيم دعوته المباركة لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. نريد أن نخطط لعبادة أي شيء يلهي الناس عن إبراهيم وعن دعوة الحق التي جاء بها. علينا أن نفعل أي شيء لنصرف الناس عنه ونشجعهم على الشرك بالله وفعل المعاصي. لابد أن نجعلهم ينغمسون في عبادة الأصنام فيعكفون عليها ويتعبدون لها ويستغيثون بها ويحجون إليها ويوفون حولها. علينا أن نزين لهم معاصي ينغمسوا في الخمر والميسر والشهوات. بل وسنغير ما شرع في دين إبراهيم، فنحرم ما أحل الله من الأنعام ونجعلهم يقدمونها نذراً للآلهة. نريد أن نفسد عليهم عقيدتهم بأن الله ليس بواحد أحد، وندعي أن له صاحبة من الجن وأن له بنات من الملائكة. ونفسد عليهم توكلهم على الله فنجعلهم يعتمدون في اتخاذ قراراتهم على الأزلام والأقدام، ونضعف لديهم مبدأ اللجوء إلى الله ونصرفهم عنه وعن الدعاء، ونجعلهم يعتمدون على أخبار الكهنة والمنجمين، ونجعلهم يتطيرون ويتشاءمون. هيا بنا جميعا إلى إفساد بني آدم، وسأبدأ أنا بإفساد الجراهمة في مكة. وانتشرت الشياطين في الأرض في كل مكان لتجعل الناس يبتعدون عن دين إبراهيم. لقد ساء أمر قبيلة جر بمكة، فأشركوا بالله وظلموا الوافدين واستحلوا مال الكعبة، وكانت مكة لا يقر فيها ظلم ولا يبغي فيها أحد إلا أخرج منها. ولما انتهى أمر جرهم
إلى إجلائهم من مكة سدوا بئر زمزم وأخفوا موضعه، وظل كذلك مئات السنين حتى أعاده عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. وصارت ولاية البيت إلى خزاعة بعد الجراهمة، وكانوا أيضاً على دين إبراهيم وإسماعيل قروناً طويلة، حتى نشأ فيهم عمرو بن لحي الذي ابتدع الشرك وغير دين إبراهيم وجلب الأصنام إلى مكة. نشرب الخمر ثم نغير على هذه القبيلة، نأخذ نساءها ونسرق أموالها ثم نرابي بها، أو نلعب بها الميسر، أو نشتري بها البغايا والإماء. أسهل سفك الدماء، فهيا اتركها اتركها وإلا قتل. أيها العبد الأسود، مت ميتة العبيد الحقراء. ربما جاء عليكم زمن تساويتم فيه مع الحقراء من العبيد. اشفي هذا الغلام يا هبل. كان هذا حال أهل مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يا إلهي، ارزقني الذرية الصالحة والمال والعزة والجاه. لا، ما كان الله ليدع العالم هكذا، فيا ترى من ذا الذي اختارته العناية الإلهية والرحمة الربانية ليخلص هذا العالم المضطرب المظلم الخائف الذي أمسى على جرف هار؟ إنه نبي التوحيد ونبي الرحمة، إنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عام الفيل جاء أبرهة الأشرم بجيشه ليهدم بيت الله الحرام، فحمى الله بيته كرامة لرسول الله الذي سيخرج من هذا المكان، وأرسل الله عليهم طير الأبابيل. وفي هذا العام بعد مئات السنين تم إعادة حفر بئر زمزم على يد جده عبد المطلب. سيدي عبد المطلب، لقد ولدت آمنة طفلاً وجهه كالبدر. لعله عوضا لنا عن موت أبيه عبد الله. كتب عليك يا ولدي أن تولد يتيماً. ماذا سنسميه؟ سأسميه محمداً. لقد أعتق عمه أبو لهب جاريته ثويبة، فقد فرح بمولده فرحاً شديداً. أريد أن يشب في بيئة سليمة صحية ويتعلم العربية، فالتمسوا له المرادع. سيدي عبد المطلب، لقد أخذته حليمة السعدية ليسترضى عندها في بادية بني سعد. وظل النبي في كفالة عمه أبي طالب يرعى الأغنام بعد وفاة أمه وجده، وتزوج صلى الله عليه وسلم
بخديجة بنت خويلد، وبعدها اشترك في حلف الفضول وشارك في بناء الكعبة بعد تصدعها. وحكمته قريش في من يضع الحجر الأسود، فوضعها بحكمته بيديه الشريفتين. كان ما يتوافق مع سنة الله في كونه أن يكون المصطفى لقيادة عملية التغير الكبرى رجلاً من صميم العرب ومن أبناء مدينة مكة، حيث بيت الله الحرام الذي يحج إليه الناس من مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية. وكان صلى الله عليه وسلم لا يسجد لصنم ولا يشرب خمراً ولا يفعل شيئاً من أفعال الجاهلية، فقد حفظه الله منذ الصغر بعدما استخرج منه حظ الشيطان من قلبه في حادثة شق الصدر الأولى في بني سعد. وكان يتعبد في غار حراء، وبعد شهور من العزلة والخلوة، وبعد 6 أشهر من الرؤيا الصادقة، حيث جاءه الوحي من عند رب العالمين فقال اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد وأخبرها الخبر، وقال صلى الله عليه وسلم: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. وانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة ابن نوفل ابن عمها، وكان امرؤ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب العبرانية ويكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخاً كبيراً قد كف بصره. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، يا ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي. وكان ذلك أول يوم من أيام النبوة وأول وحي من القرآن لتبدأ رحلة تغيير التاريخ البشري.
وفتر الوحي بعد ذلك أياما لتذهب حرارة المفاجأة وليحدث التشوق. ثم ظهر له جبريل مرة ثانية جالسا على كرسي بين السماء والأرض، فعاد إلى أهله طالبا التزمل والتدثر، فنزلت يا أيها المزمل، ونزلت يا أيها المدثر، قم فأنذر. وكان في ذلك الأمر بالتبليغ والدعوة. أيها الناس، لقد بعث محمد، لقد بعث محمد. أيها الناس، لقد بعث محمد. يقولون إن محمدا ابن عبد الله يدعي النبوة، فماذا أنتم فاعلون؟ إنها لكارثة كبيرة، علينا أن نقدم ما بوسعنا لإيقافه. لماذا كل هذا الاهتمام بأمر محمد؟ دعوه وشأنه. تبا لك، ألا تدري لماذا؟ إنه يسفه ديننا ويذكر آلهتنا بسوء، ويزعم إنه نبي يدعو إلى عبادة إله واحد. هل قال ذلك؟ كيف يجرؤ على هذا؟ اللات والعزة، لن ندعه حتى يرجع عن ذلك. لم يتوقف الأمر على هذا، بل يدعي أن هناك حياة بعد الموت ونشورا وأن هناك حسابا وجنة ونارا. ليس هذا فحسب، بل إن دعوته تلك تمثل خطرا على عاداتنا وتقاليدنا وما ورثناه عن آبائنا. علينا أن نوقفه جميعا نصرة لآلهتنا. إذن علينا أن نقول فيه قول الوليد بأنه شاعر أو ساحر أو مجنون. علينا أن نحاربه بكل قوة قبل أن يساوي بين السادة وبين العبيد. نعم، إن الإيمان بمحمد يهدد زعمتنا القبلية والدينية بين العرب. لكن عمه أبو طالب يسانده ويقف بجانبه. لن تكتمل هذه الدعوة مهما كانت النتائج. بدأت الدعوة الجهرية بدعوة عشيرته الأقربين، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. تبا لك، أجمعتنا لمثل هذا الأمر؟ وقد نبههم رسول الله بحكمته أن العدو اللدود كامن في نفوسهم، مترصد في بيوتهم، وهو أولى أن يخافوه ويأخذوا له عدته. فالجهل عن خالق هذا الكون ورب العالمين وصفاته وأسمائه الحسنى، والوقوع في الشرك والوثنية وعبادة النفس والشهوات وتعدي الحدود وانتهاك الحرمات، أكثر نفوراً وأعظم خطراً من جيش مراصد يحسبون له كل حساب ويفزعون منه كل الفزع. وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم
وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هذه الآيات جاءت في سورة الشعراء التي ذكرت فيها قصة موسى عليه السلام من بداية النبوة إلى هجرته مع بني إسرائيل ونجاتهم من فرعون وقومه وغرق فرعون ومن معه، واشتملت أيضاً على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه السلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله. أتى الله الحكيم بهذا التفصيل في هذا الوقت الذي أمر به الرسول بالجهر بالدعوة ليكون أمامه وأمام الصحابة نموذجاً لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد، وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ بداية الدعوة. وكذلك اشتملت هذه السورة على مآل وعاقبة المكذبين للرسل من قوم نوح وعاد وثمود وإبراهيم ولوط، علاوة على ما ذكر من أمر فرعون وقومه، ليعلم الذين سيكذبون بالرسالة بما سيؤول إليه أمرهم من مؤاخذة الله إن استمروا على التكذيب. وكذلك ليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم إن صبروا. إن اتباع أبي بكر لمحمد وإعلان ذلك وزيادة أعداد مؤيدي محمد يعطيه قوة هي خطر علينا. هؤلاء الذين قلبوا العبيد علينا، بلال الأسود وأمثاله، أصبحوا يطالبوننا بالمساواة بينهم. سنصب العذاب عليهم صباً وسنحاصرهم في الشعاب حتى يعلموا قدرهم. لقد جهروا بدعوتهم دون أي خوف. وبدأت رحلة تعذيب المسلمين على يد الكفار في مكة. وصبراً على عذاب لال لأوجاعك إنك قل إن اللات إلهك من دون الله لن نرحمك أسود الوجه. طريق الجنة بينادي ده مهما ربطوك بأحبال صبرا على الأذى. حاربناهم بكل أساليب القوة والوحشية وما زالوا متمسكين بدين محمد. علينا أن نقاطعهم أكثر ونضيق عليهم حتى ينفضوا من حول محمد. وجاءت الهجرة إلى الحبشة لتخفف عن المؤمنين شيئاً من هذا العذاب. وكانت الهجرة الأولى في رجب سنة 5 من البعثة. هاجر أول فوج من الصحابة 12 رجلاً ونسوة، رئيسهم عثمان بن عفان ومعه السيدة رقية بنت محمد. وقد بلغ مهاجري الحبشة بعد وصولهم بشهرين أن قريشاً قد أسلمت، فرجعوا إلى مكة وعلموا جلية الأمر وأن قريشاً لم تسلم. ثم اشتد الأمر عليهم وعلى المسلمين من قريش. وكانت هذه الهجرة الثانية، وكانت أشق من سابقتها، وعز على قريش ذلك، ووضعوا خطة محكمة وتوقعوا أنها لن تفشل، وأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة لإعادتهم، ولكن الله غالب على أمره. أيها الملك،
إنه قد جاء إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم. قال جعفر: يا أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام، حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته. لقد فتح الله على جعفر بن أبي طالب حتى بكى النجاشي عندما سمع آيات سورة مريم، وبكت الأساقفة. إن هذا والله والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة. انطلق، فلا أسلمهم إليكما أبدا. وقد عرض جعفر كل مساوئ الجاهلية وعوراتها، بحيث أصبح هذا الدين الذي يدين به وفد قريش تتقزز منه كل نفس بشرية. وكانت هذه هي الجولة الأولى، وبين لهم أن النبي لم يبدأ معالجة تقاليد الجاهلية من خمر وزنا وميسر وربا من أول الأمر، وإنما بدأ بلا إله إلا الله. فعندما دخلت قلوبهم وتعرف الناس بإلههم الحق، وكذلك تعبيدهم له وتذكيرهم بنعمة الله على عباده وبيان ثواب أهل الطاعة وعقاب أهل المعصية، اطمأنت القلوب وأسلمت نفسها لله، فلا يجدون لأنفسهم خيرة إلا ما اختاره الله، واستقرت نفوسهم للطاعة وتنفيذ أوامر الله. هذه كارثة، لقد أسلم عمر بن الخطاب وحمزة عم محمد، وكذلك فشلنا في استرداد المارقين الفارين إلى الحبشة يا أبا الحكم. لا أدري ما الذي يغري هؤلاء القوم في دين محمد، حتى أن أبا طالب لم يعبأ بكل ما عرضناه عليه من حلول وإغراءات. لا بد من مواجهة كبرى مع محمد وأتباعه، لا أعرف موعدها لكنها آتية لا محالة. يا معشر قريش، لقد اجتمعنا على هذه الوثيقة التي تقضي بمقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب، فلا بيع ولا شراء ولا زواج بيننا وبينهم حتى يسلموننا محمدا لنقتله. سنحاصر محمدا وعشيرته حتى يعودوا راكعين مستسلمين. مهما كان الثمن فلن ينتصر علينا محمد ومن معه من الصابئين. لا تبيعوا لهم ولا تشتروا منهم، لعلهم يرجعون عما هم فيه من كفر بآلهتنا وادعائهم بأنها لا تنفع ولا تضر. وكان الوضع داخل الشعب بالغ الضيق والضنك بالمحاصرين المسلمين وعشيرة النبي من كفار بني هاشم وبني عبد المطلب الذين دخلوا معه الشعب عصبية قبلية لا يلحقهم العار إن تركوه ليقتلوه. ومرت سنوات على هذا الحصار الظالم والذي ذاق فيه المؤمنون مرارة الحصار وحلاوة الصبر والإيمان. لا تبيع لأتباع محمد أي طعام أو شراب، زيدوا على السلعة أضعافها إذا جاءكم أحدهم. وماذا يستفيد التجار منك يا أبا لهب؟ سنعوضكم بالمال، ولكن قاتلوهم معنا. لماذا تفعلون كل هذا؟
مع بني جلدتكم. تركوا دين الآباء والأجداد؟ وما هو الدين الجديد الذي يدعون إليه؟ كف عن هذا اللغو وإلا قتلتك. فلا دين إلا ما نحن عليه. يا حبيبي يا رسول الله، مات أبو طالب الذي كان ينصرك، وماتت خديجة التي كانت تهون عليك كل شيء. ومع اشتداد أذى قريش للإسلام وجرأتهم على النبي بعد موت أبي طالب سنده، بحث النبي صلى الله عليه وسلم عن منافذ جديدة للدعوة. حبيبي يا رسول الله، تذهب كل هذه المسافات وتقطع الصحراء داعيا لدين الله وحدك. فاستصغر هؤلاء القوم ما قاله لهم رسول الله، ونادوا صبيانهم ليؤذوا رسول الله. أخذ أهل الطائف يرمون النبي الكريم بالحجارة حتى نزفت قدمه الشريفة دما طاهرا، وزيد بن حارثة يحاول أن يحميه ويصد عنه. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. وماذا فعل رسول الله يا زيد؟ جلس تحت ظل نخلة وكان مكروبا ودعا ربه. سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، فلم يجبني أحد إلى ما أردت، فانطلقت وأنا هائم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك به، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت منهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله بعثني إليك لتأمرني بأمرك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. لقد تحمل رسول الله في رحلته إلى الطائف إيذاء وتجريحا، ولكن الله ناصره ومكافئه. ألا إن نصر الله قريب. أجل، نصر الله قريب. وأراد الله أن يمن على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم برحلة عظيمة، ألا وهي رحلة الإسراء والمعراج. فلقد كانت ضيافة كريمة وتسلية وجبرا للخاطر، وتعويضا عما لقيه في الطائف من الذل والهوان والجفاء والنكران، وهي من أعظم المعجزات الحسية التي أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأخبر عنها بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس مرة واحدة يقظة لا مناما،
يؤكد هذا قوله سبحانه أسرى بعبده، ويؤكد أيضا تكذيب قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان مناما لما ردوا عليه وما كذبوه. ورأى صلى الله عليه وسلم بيت المقدس الذي بناه يعقوب بعد أن رفع إبراهيم وإسماعيل بناء البيت الحرام بأربعين سنة، وصلى بالأنبياء إماما. قال صلى الله عليه وسلم: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتهم. وإنه صلى الله عليه وسلم عرج به من بيت المقدس إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات، وسلم على الأنبياء الذين رآهم في السماوات، ثم ارتفع فوق ذلك إلى مستوى سمع فيه صريف أقلام القدر لما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى، ورأى جبريل بصورته الملكية وله 600 جناح، وفرض الله عليه هنالك الصلوات 50 صلاة، ثم خففها إلى 5 صلوات رحمة منه ولطفا بعباده. بعدما عاش النبي هذه الرحلة المباركة عاد مرة أخرى إلى المسجد الأقصى، فركب البراق مرة أخرى وكان مربوطا على باب المسجد الأقصى، ثم عاد إلى البيت الحرام قبل انتهاء الليل. فلما أصبح رسول الله في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم وأذاهم وضراوتهم، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، فجلاه الله له، فطفق يخبرهم عن آياته، ولم يردوا عليه شيئا إلا استهزاء به. وفي موسم الحج من السنة 11 من النبوة وجدت الدعوة بذورا صالحة، فعندما أسلم 6 نفر من الخزرج ذهبوا إلى المدينة وحملوا إليها رسالة الإسلام، وقد أثمرت جهودهم بخروج 12 رجلا من الذين أسلموا، فيهم 6 الذين كلمهم النبي في الموسم السابق، ولقد لقيهم وعقد معهم بيعة على الإيمان بالله وحده والتمسك بفضائل الأعمال والبعد عن مناكرها. هذا ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليه، ولكن الجاهلية تنكره عليه. سبحان الله العظيم، أيكره هذه العهود إلا من يحب للناس الريبة وينشر في الأرض الفساد؟ لقد بعث رسول الله أخانا مصعب بن عمير لأهل يثرب ليعلمهم أمر دينهم. لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فكلمة التوحيد هي التي بعث بها الله نبيه محمد رحمة للعالمين. وماذا عن عبادة الأصنام يا مصعب؟ باطلة، فهي شرك بالله الواحد الأحد، فلا بد من عبادة الله وحده لا شريك له. وماذا عن أخلاق الجاهلية؟ أما عن أخلاق الجاهلية فتمحوها كلمة لا إله إلا الله عند دخولها القلوب، وكلما زاد إيمان العبد زادت أخلاقه، وكلما نقصت ظهرت عليه آثار الجاهلية. وماذا عن الصلاة؟ يا أهل يثرب، الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، فهيا لأعلمكم. فكان هذا هو التمهيد لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وكان مصعب بن عمير هو السفير الأول بعد بيعة العقبة الأولى. يا مصعب، لقد هدى الله الناس إلى الإسلام بفضلك. يا أسعد يا ابن زرارة، هذا فضل الله لا فضلي، لعل الله أراد أن يعمر بالإيمان والقرآن القلوب. أظن أن رسول الله
سيسعد بهذه النتائج العظيمة. أشكرك يا أسعد أن فتحت لي بيتك لأقيم فيه. إنما المؤمنون إخوة. وفي العام 13 من البعثة، لما انتشر الإسلام في المدينة على يد مصعب بن عمير، ورسول الله في مكة يلاقي عنة قريش وأذاها الذي كان يشتد على مر الأيام، قدم وفد الأنصار في موسم الحج وكانوا 70 رجلا وامرأتين، وقالوا: نبايعك يا رسول الله. رويدا يا أهل يثرب، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها. فداك أبي وأمي يا رسول الله. وهكذا تمت بيعة العقبة الثانية، وأصبح الأنصار هم حواري رسول الله. وتهيأت يثرب لاستقباله. علينا أن نمنعهم من هذه الهجرة. علينا أن نفرق بين الزوج وزوجه وأن نجردهم من أموالهم. هذه فضيحة كبرى لمكة وأهلها. لن تحدث الهجرة مهما كان الثمن، بالقتل أو بالحبس أو بأية وسيلة. رسول الله خرج في الظهيرة مع أبي بكر الصديق قاصدا المدينة. أخاف عليه من قريش وغدرها يا بلال. شعرت قريش أن الإسلام أصبح له دار يلجأ إليها وحصن يحتمي به، فخافت من عواقب هذا الأمر الذي صار يهدد كيانهم، فباتوا يبحثون عن حامل لواء دعوة الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور 3 ليال. هذا غار ثور، الأثر يقول إنهم قد اقتربوا من هنا. يا نبي الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. قال صلى الله عليه وسلم: أسكت يا أبا بكر، ما بالك باثنين الله ثالثهما. لقد شل تفكيري، فعلينا أن نعلن عن مكافأة لمن يعثر على محمد وأبي بكر أو يقتلهما. إلا تنصروا فقد نصره الله، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. يا سامع نجوى من في الغار وصارف عنهم الأنظار، يا سامع نجوى من في الغار وصارف عنهم الأنظار، دي لو عين الخصوم بصرت لكانوا خصوم ولا كفار.
الحمد لله أن نزل رسول الله بقباء فبنى لنا مسجدا. بعد أن أقام النبي في قباء 14 ليلة، جاءه أخواله من جده عبد المطلب في الطريق، وهم زعماء بني النجار في يثرب متقلدين سيوفهم، وأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلوا المدينة به ليحموه من اليهود وباقي المشركين من الأوس والخزرج الذين لم يؤمنوا مع مصعب بن عمير، وما زالوا متصلين بقريش وحلفائها الذين يريدون القضاء على محمد وأتباعه. جاء نبينا نبي الله، جاء حبيبنا رسول الله، جاء نبينا نبي الله، جاء حبيبنا رسول الله، جاء نبينا نبي الله، جاء حبيبنا رسول الله. ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء كما فرحوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فرحتي بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضاهيها فرحة في حياتي. سيقوم رسول الله بتنظيم الحياة هنا في المدينة، فهناك مشاكل تحتاج إلى مواجهة. نعم، فقد كانت أولى خطواته المباركة الاهتمام ببناء المسجد الأعظم في المدينة، حيث تقام فيه شعائر الإسلام والصلوات التي تربط المسلم برب العالمين. ارتاد الصحابة المسجد، فكان البوتقة التي انصهرت بها قلوب الصحابة، وذاب ما كان فيها من عصبيات وتكبر وتمرد، فأخرج ما فيها من شرك وحسد، وحل محله الإيمان والحب والرحمة، فصار الصحابة أبر الأمة قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً وأكثرها طلباً للجنة. وكذلك أثنى على إيثار الأنصار لهم. سيقوم رسول الله بتنظيم العلاقات بين المهاجرين والأنصار واليهود داخل المدينة بوثيقة تحفظ الحقوق للجميع. الحمد لله على نعمة الإسلام. فعندما وصل رسول الله إلى المدينة ترك وراءه قريشا التي ملأت عداوته قلوبها، وهي لن تألو جهداً في الوقوف بوجه دعوته، بل وربما قتاله إذا لزم الأمر. فكان من تمام الحكمة للنبي صلى الله عليه وسلم إيجاد نظام يستهدف تنظيم العلاقات بين أهل المدينة بعد أن أصبح فيهم مسلمون إضافة لليهود والمشركين. لقد هاجر محمد وكسر شوكتنا. لن نتركهم هكذا، وسنرتب لحروب متتالية معهم. لنجهز أنفسنا من الآن لمحاربة محمد وأصحابه. لن ندعك تسخر منا أكثر من ذلك يا محمد، فلقد حانت ساعة الحرب. وعجباه، لقد وصل محمد إلى المدينة وأصبح بحكم الدستور حاكم المدينة، ولم يصادر حريتنا في ديننا وأموالنا، بل ترك لنا مطلق الحرية في كل ذلك. أخشى على اليهود من هذا الدين الجديد، وخصوصا بعد إسلام حبرنا عبد الله بن سلام. كنا نعلم ونهدد الأوس والخزرج أن نبي آخر الزمان سيخرج، ولكن ليس من جزيرة العرب. علينا أن نظهر له الود ونكن له الكفر، ونتعاون مع قريش ضده في أي معركة.
لابد أن نجهز أنفسنا لحرب طويلة مع المسلمين. وقد تجلت حنكته صلى الله عليه وسلم ومرونته في السياسة مع الإنصاف الذي لا يستطيع رفضه أحد. إن هذه المعاهدة تلجم كل محاولة كيد من اليهود، ولقد كانت حجة عليهم فيما بعد عندما غدروا، وكانت محاربة الرسول لهم عندها مبررة قانونيا وأخلاقيا. وقد كان بوسعهم أن يعيشوا سعداء في ظل العهد الإسلامي الجديد، آمنين على عقائدهم وأرواحهم وأموالهم، وكان هذا خيرا لهم لو فعلوه. نحن أبناء الله وأحباؤه، وما جاء به محمد كذب وضلال. نعم يا أخي، وإن كانوا على حق فلما يصلون نحو قبلتنا؟ حقا، فنحن شعب الله المختار. أجل، نحن شعب الله المختار. وبينما كان النبي يقلب وجهه في السماء، وذلك في منتصف شعبان وبمرور 16 شهرا من الهجرة، نزل جبريل ليزف البشرى للتوجه إلى الكعبة بيت الله الحرام. انظروا ما الذي ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الذي ولاهم عن هذه القبلة. أجل. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نزل الإذن بالقتال في العام الثاني الهجري. نعم، حمل المسلمون السيف ودخلوا في معارك مع الكفار، ولكن لماذا؟ للرد على ما كان يوجه إليهم من كيد وتنكيل ومن تعذيب وتقتيل. فقد كانت قريش كما سيتبين لنا هي التي تبدأ بالعدوان وتسعى للقضاء على الإسلام والمسلمين، وكان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله ويقول: سيروا باسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله، ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل النساء والولدان، وكان يأمر أمير سريته أن يدعوهم قبل القتال إلى الإسلام، فإن أجابوا إليه قبل منهم، وإن بدأوه بالقتال استعان بالله وقاتلهم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. ها قد انتهينا وجمعنا كل ما تركه أصحاب محمد وراءهم. جيد، حتى أخذها معي في قافلة الشام وأبيعها كلها، فقد أصبحت ملكنا الآن. إنه أبو سفيان يا رسول الله، سيبيع أمتعتنا في الشام ويأخذ ثمنها ويعود بها إلى مكة فتزيد من قوتهم. أرجو أن يأذن لنا رسول الله أن نستعيد أموالنا. ولما عاد أبو سفيان من الشام قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرجوا إليها لعل الله أن يمنحكم إياها. فلما كان في رمضان من السنة الثانية للهجرة
حدثت غزوة بدر الكبرى، عندما سمع النبي بأبي سفيان بن حرب مقبلا من الشام في عير لقريش عظيمة، وأمر من كان ظهره حاضرا للخروج. قال تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. ألقي أحدكم أصحاب محمد في الطريق؟ نعم، لقد أرسل أصحابه لك ولغيرك. اذهب يا دمدم الغفاري إلى مكة وأمر قريشا أن تخرج إلى أموالهم وأخبرهم أن محمدا قد تعرض لها. فخرج دمدم سريعا إلى مكة وأخبرهم الخبر، فتجهزوا جميعا وخرجوا بطرا وغرورا ليحموا القافلة. لا والذي، لن نرجع أبدا، وسنذهب لسوق بدر ونشرب الخمر وتعزف لنا القيان وسيتحدث عنا العرب. يا أخنس، لما ترجع ببني زهرة إلى مكة وتشق صفوفنا؟ كان خروجنا من أجل العير، نجا بالعير بمعجزة، وها هو أبو سفيان. فرجعت بنو زهرة مع الأخنس بن شريق، ولم يشهد بدرا من هاتين القبيلتين أحد، ومشى القوم. وهنا جد الجد وانقلب الأمر للمسلمين، إذ كان الخروج لمواجهة القافلة، فماذا يكون المصير إذا فوجئوا بالقتال وهم على غير استعداد؟ فذهبت الظنون ببعضهم أنهم يقادون إلى الموت. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبر خروج قريش للقتال لمنع غيرهم، فاستشار الناس، فقد أرسى المعنى الحقيقي برحمة القائد بجنوده، فقام أبو بكر وقال وأحسن، وقام عمر بن الخطاب فقال وأحسن، وكان للمقداد بن الأسود موقف مميز، حيث قال: لا نقول مثل ما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ثم قال رسول الله: أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار. فقال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال سعد: فقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وعطيناك على ذلك عهدنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. فسر رسول الله بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن
أنظر إلى مصارع القوم، هذا مصرع فلان، ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا، فوالله ما أخطأ الحدود التي حددها رسول الله، وكانت بشارة للمؤمنين تصارع رؤوس الكفر ومعجزة عن إعلام نبوته. وقد من الله على المؤمنين ليلة يوم بدر أنه أنزل عليهم النعاس والمطر، وذلك قبل أن يلتحموا مع أعدائهم، وكان هذا النعاس ليلة المعركة ليربط على قلوبهم من الخوف الذي أصابهم، فنزل المطر برداً وسلاماً وتثبيتاً على المسلمين، ووابلاً ورجزاً على الكافرين. ما هذا المطر العجيب الذي يمنعنا من التقدم صوب محمد؟ واستولى المسلمون على الماء ليمنعوا قريشاً منه، فهي الحرب والمكيدة، ووضعوا الحياض، فملأ المسلمون الماء واستعدوا للمعركة، وبنى المسلمون عريشاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون مقراً للقيادة يدير منه المعركة، وحوله مجموعة من شباب الأنصار. وكان صلى الله عليه وسلم من ليلة الغزوة حتى يوم بدر يستغيث الله بالدعاء ويقول: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، إن شئت أن تعبد، اللهم إن لم تهلك هذه العصابة فلن تعبد. ثم خفق خفقة في العريش فقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل أخذ بعنان فرسه. وبدأ التخطيط وصف الصفوف، صف للرماة وخلفهم صف النبال، وجعل جنود جيش المسلمين يقفون والشمس خلفهم ليستقبل عدوهم الشمس. وجاءت موقعة بدر يوم الفرقان الذي فرق به الله بين الحق والباطل، فقال رسول الله: هذه مكة قد ألقت لكم أفلاذ أكبادها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقاتلنهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. لتبدأ المبارزة، اخرج يا شيبة بن ربيعة، واخرج يا عتبة بن ربيعة، وأنت يا وليد بن عتبة. ولما شاهد المشركون قتل الثلاثة الذين خرجوا للمبارزة استشاطوا غضبا: اهجموا عليهم، اهجموا لنأخذ بزهرنا. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصف المسلمين لقريش، وتجمع الجيشان للقاء الحاسم، وتداخلت الصفوف، وأمد الله رسوله بالملائكة، وقد صح أنها قاتلت ببدر مع المسلمين. قال عبد الرحمن بن عوف: نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
والذي نفسي بيده، لو رأيته لن أتركه حتى أرديه قتيلا. قال عبد الرحمن بن عوف: فتعجبت لذلك، فهزني الآخر فقال مثلها. فلم يلبث عبد الرحمن بن عوف حتى رأى أبا جهل، فقال لهما: ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ هل أغزاك الله يا عدو الله؟ لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. وقد أمر الرسول بسحب قتل المشركين إلى آبار بدر فدفنوا، وأقام ببدر 3 أيام ودفن شهداء المسلمين فيها. فلما كان اليوم 3 ببدر وقف على 24 رجلا من صناديد قريش على القليب، وجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم ويقول: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا روح فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. وكانت تلك خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أهل القبور لا يسمعون. هزمت قريش، هزمت قريش يا قوم، وانتصر محمد يا أبا سفيان، انتصر محمد. إن هذا الخبر نزل علينا كالصاعقة، فبعد أن كان محمد يهدد تجارتنا فحسب، أصبح الآن يهدد سيادتنا ونفوذنا في الحجاز. ولكن لن تستسلم قريش. أجل، وفي القريب العاجل بيننا معارك أخرى. وناحت قريش على قتلاها كمدا وحزنا، فهذا أبو لهب لم يلبث أن أصيب بعلة ومات. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل الأسرى فرقهم بين أصحابه وقال: استوصوا بالأسرى خيرا. فكان الصحابة رضي الله عنهم يكرمون هؤلاء الأسرى الذين كانوا قبل قليل يقاتلون الرسول وصحابته، ومنهم من آذى الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الأذى في مكة. وهذا يؤكد أن الحرب في الإسلام حرب فضيلة، وكان لهذا الخلق الرحيم أكبر الأثر في إسراع مجموعة من أشراف الأسرى وأفاضلهم إلى الإسلام.
ويظهر أثر المعاملة الكريمة في حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي عزة الشاعر. يا رسول الله، لقد عرفت نصيبي من المال لأفدي به نفسي من الأسر، وإني لذو حاجة وذو عيال وبنات، فمن علي. فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر ألا يظاهر عليه أحد، وعاد الأسرى إلى أهليهم يتحدثون عن محمد ومكارم أخلاقه ومحبته وسماحته صلى الله عليه وسلم، وعن دعوته وما فيها من الإصلاح والبر والخير. لقد انتصر المسلمون في بدر، وهذا يغيظنا نحن اليهود. وقد أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع عن المدينة لما أظهروا العداء الواضح بمجاهرتهم بالعدوان بعد بدر للمسلمين ولنبي الإسلام، فنقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلاهم إلى خيبر جزاء وفاقا. يا قوم، إني أخاف على مكانة قريش بين العرب، علينا أن نوقف محمداً وأتباعه، بل ونقضي عليهم. يا أبا سفيان، علينا أن نجهز جيشاً كبيراً مع حلفائنا لغزو محمد وصحابته في عقر التاريخ. أورثت الهزيمة النكراء التي ألحقها المسلمون بهم يوم بدر حقداً دفيناً، كما أنها هزت مكانة قريش بين العرب، فقرروا على أنه لا يمحوه إلا الأخذ بالثأر والتصميم على المواجهة. فكانت غزوة أحد. لما قتل الله أشراف قريش ببدر وأصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها، ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب للذهاب بأكابرهم، وجاء إلى أطراف المدينة في غزوة السويق، وجاءوا بنسائهم حتى لا يفروا وليحاموا عنهن. ثم أقبل بهم نحو المدينة، فنزل قريبا من جبل أحد في مكان يقال له عينين، وذلك في الشوال من السنة الثالثة. فلما تحرك هذا الجيش بعث العباس برسالة عاجلة للنبي صلى الله عليه وسلم ليخبره الخبر، فاستشار النبي أصحابه بين البقاء في المدينة أو الخروج إلى العدو، فأبى كثير من الناس إلا الخروج إلى العدو، وكان ممن أشار عليهم الخروج رجال لم يشهدوا بدرا، فلبس النبي لمة الحرب وتلاوموا بعد ذلك. فقال لهم رسول الله: إنه ليس لنبي إذا لبس لمته أن يضعها حتى يقاتل. فنزلت الآية: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. عندما رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش الذي قوامه 1000 مقاتل بحجة أنه أطاعهم في الخروج والقتال بينما كان يريد البقاء في المدينة، وقال صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. علينا أن نسيطر على المرتفعات، فهي خطة الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلى الرماة التزام الجبل. وتم اختيار 50 من الرماة،
وشدد الرسول الوصية عليهم بألا يبرحوا الجبل سواء في النصر أو الهزيمة، فقال لهم: وإن رأيتمونا يتخطفنا الطير لا تبرحوا أماكنكم. وأمر عليهم عبد الله بن جبير. دارت المعركة والتحم الجيشان، والرماة فوق الجبل يرمونهم، وخالد بن الوليد بجيشه تحت الجبل، والمسلمون يتقدمون عليهم في القتال. انظروا، لقد انتصرنا والمشركون يفرون ويتركون خلفهم الغنائم والأسلاب. لنهبط لنحصل على نصيبنا من هذه الغنائم. فلما رأى خالد بن الوليد بعد ذهابه نزول الرماة من أعلى الجبل، التف بجيشه مرة أخرى راجعا ليأخذ أماكن الرماة أعلى الجبل، قتل من تبقى منهم بعد نزولهم وتقدم بجيشه. شب القتال مرة أخرى بينهم، وأخذ حمزة والصحابة يقاتلون بقوة حتى جاءه وحشي فرماه برمح فقتله. فانعكس فعل معصية الرماة على المعركة، فبعد أن كانت في صالح المؤمنين تحولت لتصبح لصالح المشركين. فر جمع من المسلمين إلى المدينة بعد سماعهم إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الفارون لا يلوون على أحد بالرغم من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بالثبات معه. ولم يبق مع النبي إلا 12 رجلا من الصحابة، منهم أنس بن النضر. أشهد أن لا إله إلا الله. يا إلهي، لقد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم، شج وجه رسول الله، وكسرت رباعيته، وجرحت وجنتاه، وشفته السفلى من باطنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدماء عن وجهه الشريف ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد بلغ عدد الشهداء في أحد نحو 70 شهيداً، ويظهر ذلك في قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقد مثل المشركون بجثث الصحابة، ودفن الصحابة شهداءهم في أحد بعد انتهاء المعركة، وبالرغم من ذلك
عفى عنهم رسول الله ونهى عن المثلة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ويبدو أنه قد حدث في هذا الشهر حادثة غدر أخرى، وهي حادثة بئر معونة. قامت بعض قبائل العرب بإظهار الإسلام، وطلبوا من النبي من يعلمهم، فأمدهم بسبعين من الأنصار كانوا يسمونهم القراء في زمانهم. نحن ذاهبون إلى وادي الرجيع لنعلم الناس القرآن. في أمان الله أيها القراء. لم نأتي للقتال، بل جئنا في مهمة سلام. أبيدوهم عن آخرهم، لا تتركوا أحدا منهم حيا. فقتلوهم وغدروا بهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقنط شهرا وأخذ يدعو عليهم شهرا كاملا. وقال أنس: وقرأنا عليهم قرآنا، ثم بعد ذلك رفع: بلغوا عنا قومنا أنا لاقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. لقد حاول اليهود اغتيال النبي في بني النضير، ولقد نقض بنو النضير عهودهم مع المسلمين، ولا بد من إجلائهم عن المدينة. ونزلت فيهم آيات سورة الحشر، والتي سميت بسورة يهود بني النضير. ولقد تجرأ بنو المصطلق على المسلمين نتيجة لغزوة أحد، كما تجرأت القبائل الأخرى المحيطة بالمدينة، ولعلها كانت تخشى من انتقام المسلمين منها لدورها في غزوة أحد، وكذلك كانت ترغب في أن يبقى الطريق التجاري مفتوحا لا يهدده أحد. يا حارث، أنت زعيمنا، فماذا أنت فاعل في أمر المسلمين؟ سنجمع السلاح والجنود ونؤلب القبائل على المسلمين ونحاربهم. وقد خرج رسول الله بجيشه نحو ديار بني المصطلق عندما علم بخروجهم إليه. يا رجال، هل أنتم على قلب رجل واحد في قتال محمد؟ أنا كنانة بن الربيع. وأنا حيي بن أخطب. نحن زعماء بني النضير، كلنا معكم ونعاهدكم على قتال محمد. وأنت يا طه؟ أنا معكم وبنو أسد وكل جزيرة العرب ضد محمد. إذن هي الحرب. فلما سمع بهم رسول الله وما أجمعوا عليه من الأمر، استشار أصحابه، وقد أشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق في المنطقة الوحيدة المكشوفة أمام الغزاة في شمال المدينة. أما الجهات الأخرى فكانت كالحصن، تتشابك فيها الأبنية وأشجار النخيل، وتحيطها الحارات التي يصعب على الإبل والمشاة التحرك فيها. وجدد النبي العهد مع بني قريظة على أن يحموا المدينة من الجنوب. نحن نحرس الخندق في دوريات متتالية، وحماية الجبهة الداخلية في المدينة، وطمأنة القلوب على الأهل والمال والأولاد، فقد وضعهم رسول الله في أحد حصون المدينة. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله. كان المسلمون
يخشون غدر يهود بني قريظة، فيقع المسلمون حينئذ بين نارين، اليهود خلف خطوطهم والأحزاب بأعدادهم الهائلة أمامهم. فخرج حيي بن أخطب النضري حتى أتى حصون بني قريظة، فلما سمع بكعب أغلق باب حصنه دون حيي، فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له. ويحك يا كعب، افتح لي. ويحك حيي، إنك امرؤ مشؤوم، وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أر منه إلا وفاء وصدقا. ويحك يا كعب. لقد جئتك بعز الظهر يا كعب. وما ذاك؟ جئتك بقريش على قادتها وسادتها، وعاهدوني ألا يبرحوا أماكنهم حتى نستأصل محمدا ومن معه. جئتني والله بذل الظهر. فلم يزل حيي بكعب حتى سمح له في نقض عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي محاربته مع الأحزاب. لقد غدر بنا يهود بني قريظة، وقد اشتد الحصار علينا. لقد تجمعت العرب على قتالنا، والمنافقون والوثنيون واليهود. إن رسول الله قد وعدنا بالنصر من عند الله، وأن الله منجز وعده، فلقد رأيت رسول الله يدعو عليهم ويقول: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. فأعتقد أن محمدا سيصبر كثيرا على هذا. كل العرب من أمامه وخلفه، لن يستطيع الصمود طويلا. ارموهم بالجبال، هيا هيا. وهزم الله الأحزاب بحوله وقوته، واستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فزلزل قلوبهم، ثم أنزل عليهم الريح الشديدة فزلزلت أبدانهم في ليلة مظلمة باردة، فقلبت قدور المشركين. واقتلعت خيامهم وأطفئت نيرانهم، فما كان من أبي سفيان إلا أن ضاق بها ذرعا فنادى في الأحزاب بالرحيل، وكانت ريح الصبا من جنود الله الذين أرسلهم على المشركين، وكفى الله المؤمنين القتال. وبعدها بدأ تأديب بني قريظة بعد أن حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل حكم الله فيهم، وكان جزاء وفاقا لما فعلوه. وظلت قريش تكابر وتحارب المسلمين في كل وقت حتى وصلنا إلى الحديبية، وقال صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا سرته وفرح بها، ورؤيا الأنبياء وحي من الله، فجمع أصحابه وقص عليهم رؤيا، وبشرهم بأنهم سيطوفون ببيت الله بعد طول غياب عنه، بعد 5 سنوات من الحرمان. فقد رأى صلى الله عليه وسلم أنه مع أصحابه يزور البيت الحرام، وقد أخذ مفاتيحه وطاف معهم حول البيت، ثم حلقوا رؤوسهم وقصروا، فتهللت وجوه الصحابة وأفرحهم الخبر، وأعدوا للسفر عدته. الله أكبر، الله أكبر.
ولم تقتصر دعوته للخروج على أصحابه، بل دعا الأعراب المتناثرين حول المدينة لمصاحبته، فاعتذروا بأعذار واهية لأنهم ظنوا أن قريشاً ستفني محمداً وأصحابه، فلا داعي للمجازفة في معركة معروفة النتائج سلفاً، وطلبوا من النبي أن يستغفر لهم وأن يسامحهم، لكن الوحي نزل ليفضح سوء ظنهم بالله ورسوله ويعري حقيقتهم ويكشف عارهم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. رسول الله يأمركم بأن لا يأخذ أحد منكم معه سلاح إلا ما يأخذه الراكب، فأنتم لم تخرجوا لحرب أو معركة، وإنما خرجتم معتمرين سلميين زائرين لبيت الله الحرام. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرجوا معه: أنتم خير أهل الأرض. عندما وصل النبي وأصحابه إلى ذي الحليفة أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل المسلمون ملبين مكبرين. إذن فقد جاء غازيا يطلب القتال. لا واللات والعزة، لقد علمت أنه لم يأتي إلا لزيارة الكعبة. لا نأمل مكره ومكر أصحابه، فهو يريد أن يدخل عنوة إلى مكة. يا رسول الله، هؤلاء بعض شباب قريش أتوا يهاجموننا متسللين من خلف كبارهم وأهليهم، فأسرناهم وأتينا بهم إليك لتحكم فيهم ما تشاء. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفكوا قيدهم ويطلقوا سراحهم، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة. وانتشرت إشاعة مقتل عثمان وغضب رسول الله لذلك. لقد جاء إلينا العديد من الرسل المشركين ولم نقتل أو نؤذي أحدا حتى من تطاول وتكبر. وطلب رسول الله البيعة في قتال المشركين، فلبى المسلمون النداء وتتابعوا واحد تلو الآخر، فكانت بيعة الرضوان، وقد أنزل الله فيهم قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يؤكد عثمان أن قريشا لا يريدون القتال، وأنه شعر بخوفهم تجاه رسول الله، فأوفد المشركون حليفهم عروة بن مسعود الثقفي، فقد جاء بأهله وولده وأهل عكاظ، ثم بعثوا بعده الحليس بن علقمة، وكان رجلا يعظم الهدي،
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أظهروا له الهدي. وبعثوا بعده مكرز بن حفص. وأخيرا أوفد المشركون سهيل بن عمرو ليعقد الصلح مع محمد. ولما رآه صلى الله عليه وسلم استبشر خيرا وأيقن أن القوم أرادوا الصلح، فقال صلى الله عليه وسلم: اعرض ما لديك، ما الصلح الذي تطلب؟ أولا أن ترجعوا عامكم هذا ولا تعتمروا، على أن تأتوا في العام المقبل لا تحملون من السلاح إلا ما يحمل الراكب. ثانيا، من شاء أن يدخل في حلفكم دخل، ومن شاء أن يدخل في حلف قريش دخل. ثالثا، أن تضع الحرب بيننا وبينكم 10 سنين. رابعا، من خرج من قريش هاربا بغير إذن وليه إليكم تردونه إلى قريش، ومن خرج من عند محمد إلى قريش فإنه لا يرد. ما هذا الذي جاء به سهيل؟ إن النبي لن يرضى بهذه الشروط القاسية. النبي سيعقد صلحا مع قريش. يا محمد، لقد جئت أعرض عليكم الصلح. فجاء علي بن أبي طالب، فقال النبي: اكتب يا علي، بسم الله الرحمن الرحيم. أما الرحمن فإنا لا نعرفه، فاكتب باسمك اللهم. قال عليه الصلاة والسلام: هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. يا محمد، لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك ولا صددناك عن البيت، بل كنا من التابعين. أترغب عن اسمك واسم أبيك؟ اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. ثم قال لعلي: أمحو رسول الله. قال علي: والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله الكتاب فأراه إياها علي، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وتم الصلح بين النبي وقريش. وكان من أهم شروطه وضع الحرب 10 سنوات بينهم، يأمن فيها الناس ويكفوا بعضهم عن بعض. فحزن الصحابة حزنا شديدا، وجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، لما نعطى الدنية في ديننا؟ فقال النبي: أنا رسول الله، ولن يضيعني الله وهو ناصري، فاستمسك بغرسي. لا أعتقد أن قريشا ستبقي على هذا الصلح. وفي صلح الحديبية أكبر وأروع المثل على ذلك، لنتعلم من رسول الله كيف يمد يده بالسلام وكيف يحقن الدماء. بعد مرور 3 أيام من الرجوع من صلح الحديبية، لقد كان ليهود خيبر دور ماكر في تحرك الأحزاب، فهم من تعاونوا مع اليهود وحرضوا بني قريظة ضدنا. آن الأوان للخلاص منهم أيضا. النبي توقف في الرجيع بين غطفان وخيبر لقطع أي إمداد عسكري تقوم به اليهود. هنا توقف الرسول صلى الله عليه وسلم ليتأكد من أن يهود خيبر ما زالوا على غدرهم وكفرهم، وأن أرضهم خالية من الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: سننتظر حتى بزوغ الفجر، فإذا لم يرفع الأذان من داخل الحصون فسنشن الغارة عليهم. وسمع اليهود صوت تكبير المسلمين وقالوا: محمد والخميس.
أي الجيش. أبو بكر سيقود أول حصون خيبر ولن يفتح له. وأخذ من الغد عمر فانصرف ولم يفتح له. وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد، وقد حاولوا وحاولوا، ولكن شدة التحصين كانت عائلا دون الفتح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بفتح خيبر، فبعد أن استعصت تلك الحصون الأولى والثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني دافع لوائي غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله، وبحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له، يفتح الله على يديه ليس بفرار. وعندما أشرقت الشمس خرج أشجع رجل من اليهود، مرحب اليهودي، فجاء علي بن أبي طالب فبارزه وأخذ الراية من رسول الله، وقد أمره النبي أن امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، علام أقاتل الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الدعوة إلى الله قبل القتال، قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن فعلوا فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. كتب الله النصر على يهود خيبر وفتحت حصونهم بفضل الله. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لكل ملوك الأرض أيضا برسالات يدعوهم فيها إلى الله. أيكم أقرب من هذا الرجل؟ أنا يا سيدي القيصر. هل هو ذو حسب فيكم؟ نعم، فهو ذو نسب فينا. هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول إنه نبي؟ هو الصادق الأمين في مكة. وهل اتبعه أشرف الناس أم ضعفاؤهم؟ بل ضعفاؤهم. يزيدون أم ينقصون؟ يزيدون سيدي القيصر. وهل ارتد أحد منهم عن دينه؟ لا، لم يرتد أحد. لو كان كلامك عنه صحيح فهو نبي، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لا أحببت لقاءه، ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. وعندما وصلت رسالته إلى كسرى ملك الفرس مع عبد الله بن حذافة، فلما قرأها مزقها، فدعا رسول الله عليهم أن يمزقوا كل ممزق. غدا نقاتل الروم في مؤتة. هذا قتال لا بد منه، فقد أشعل عرب الشمال الصراع بين المسلمين والروم، وكذلك قتلوا سفير النبي. سننتصر بإذن الله، ولا شك في ذلك. غدرت قريش ونقضت عهد الحديبية بمساعدة بني بكر حلفائهم على خزاعة، حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أستار الظلام، وعزم رسول الله على فتح مكة وتأديب كفارها. إن قريشا نقضت عهد الحديبية. أظن أن فتح مكة يبدو في الأفق. ماذا تقول؟
أتوقع فتحا قريبا بيننا وبين قريش. ألا تذكر سورة الفتح التي نزلت بعد صلح الحديبية؟ وبشرتنا بنصر قريب ففتحت خيبر، وبشرتنا بنصر بعيد فلعلها مكة إن شاء الله. كأنها نيران عرفة. إنه محمد وأصحابه. لها من أيام عصيبة على مكة وأهلها. مرت الكتائب بألويتها وقادتها كتيبة كتيبة على أبي سفيان. لا قبل لنا اليوم بمحمد وأصحابه وجيشه الجرار. يا له من يوم عصيب. وفتح الله لنبيه مكة المكرمة وعاد إليها منتصرا بعد أن طرده أهله منها. لقد عفى رسول الله عن أهل مكة، فهم أهله وعشيرته. أخ كريم وابن أخ كريم. كان صلى الله عليه وسلم يقول وهو يطعن الأصنام بعود في يده: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة، وكان مشهدا عظيما عندما اعتلى بلال الكعبة وأخذت تكبيراته تملأ كل أرجاء مكة وتعلو فيها كلمة الحق على الباطل: لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. عز على الوثنية العربية الجاهلية بعد فتح مكة المكرمة أن ترى راية التوحيد تخفق في رحابها، وأن تتحطم الأصنام التي كانت فيها. فاجتمع رؤساء القبائل المجاورة لها في الطائف على مالك بن عوف النضري سيد هوازن، وحشدوا جموعهم بين مكة والطائف وراء عرفات
إلى جهة الشمال في وادي حنين، وقيل وخافت هوازن وثقيف، وقالوا قد فزع محمد لقتالنا فلنغزه قبل أن يغزونا، وأجمعوا أمرهم على هذا وولوا عليهم مالك بن عوف النضري. وكان رأي مالك بن عوف أن يخرجوا وراءهم النساء والذراري والأموال حتى لا يفر. أنا مالك بن عوف النضري سيد هوازن، أدعوكم لغزو محمد قبل أن يغزوكم. نحن الأكثر عددا والأعظم شأنا، ولن نهزم اليوم من قلة. لقد اغتر المسلمون بكثرتهم فلم تغن عنهم شيئا. أبيدوهم عن آخرهم، لا تتركوا أحدا منهم حيا. ارموهم بالدماء حيا. ارجعوا أيها المسلمون، ارجعوا والتفوا حول رسول الله. حمي وطيس المعركة ورسول الله على بغلته في قوة وثبات. رسول الله يرمي المشركين بحصيات ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لقد أيد الله نبيه بنزول الملائكة وألقى في قلوب المشركين الرعب. صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. لقد انتصرت على الفرس يا قيصر الروم. نعم نعم، ولكن ما أخبار جزيرة العرب ومحمد ومن معه؟ تقول الأخبار من أتباعنا هناك إن محمداً قد عاد من محاصرة الطائف. نريد أن نستحوذ على جزيرة العرب وأن نوقف زحف محمد. سنجمع كل القبائل إلى جانب قواتنا الرومية. إذن فاستعدوا جميعاً. عباد الله، إن الشدائد تظهر نفاق المنافقين، وكذلك يظهر فيها إيمان المؤمنين الصادقين، كما حدث في غزوة تبوك. فقد كانت تلك الغزوة في ظروف صعبة جدا وحر شديد وعسرة في الماء وقلة في المال وطول في الطريق. فعندما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإنفاق في سبيل الله لتجهيز جيش المسلمين، فجاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله، وجاء عمر بنصف ماله، وجاء عثمان بألف دينار فنثرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسر بذلك رسول الله وجعل يقلبها في حجره وهو يقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. بل وجهز ابن العفان رضي الله عنه جيش العسرة كاملا، ودعا صلى الله عليه وسلم فقراء المسلمين يتصدقون بما يجدونه وإن كان يسيرا، وكان المنافقون يسخرون من هؤلاء وهؤلاء، فيتهمون أهل الغنى والبذل بالرياء والسمعة، ويتهمون الفقراء بأن الله غني عن نفقاتهم القليلة اليسيرة، ففضحهم الله في كتابه: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين.
وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وحزن الفقراء من المؤمنين الصادقين لأنهم لا يملكون نفقة الخروج إلى الجهاد، وقد أعلن رسول الله حالة النفير العام في المدينة، وكان ذلك وقت جني التمر وطيب الثمار واشتهاء الظلال. وبالرغم من أنه قد شق على بعضهم، إلا أنه قد نفر العديد من الصحابة تلبية لنداء النبي صلى الله عليه وسلم وللخروج في سبيل الله، وقد طالبهم الله في كتابه بأن ينفروا شباباً وشيوخاً وأغنياء وفقراء. بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحشد 30,000 مقاتل من المهاجرين والأنصار وأهل مكة والقبائل العربية الأخرى. سميت هذه الغزوة بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين. هناك عسرة في المال والماء والحر الشديد. لقد ترك المنافقون الحرب ففضحهم الله. والله متم نوره يا بلال. في أثناء طريقه صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، إذ به يمر بالحجر وهي بلاد ثمود، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم أقنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. ثم بلغوا مكان المعركة وكان الحر شديداً. الحر، سنشكو إلى رسول الله قلة الماء في هذا الحر الشديد. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه واستسقى لمن معه من المسلمين، فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس. يا هرقل الروم، علمنا أن محمداً في الطريق إلينا. لا أدري ما هذا الرعب الذي ينتابني. ماذا نفعل يا قيصر الروم؟ أخشى أن يهزمنا المسلمون فتضيع هيبتنا بين الأمم. وانسحبت جيوش الروم خوفاً ورعباً، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى تبوك فلم يلق حرباً، فقال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتوي الحج. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، وكانت حجة الوداع. ويا له من مشهد عظيم ومهيب، حيث التفت كل قبائل العرب حول رسول الله للتعلم منه أمور دينهم. اهتم النبي بتعليم أهل بيته والمسلمين مناسك الحج على شرع إبراهيم عليه السلام، وهدم كل أفعال الجاهلية، وقال:
خذوا عني مناسككم. وها هو يكمل بجوار غار حراء عند الصخرات من جبل عرفة، وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم 130,000 من المسلمين يمثلون جزيرة العرب قاطبة، يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويشاهدونه ويسمعون منه ويتلقون عنه. وكانت حجة البلاغ والوداع، وقد خطب فيهم رسول الله عدة خطب، ومنها خطبة عرفات والتي سميت بخطبة الوداع. فخطب في الناس وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مستردعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد. تتابعت الأمارات الدالة على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآيات القرآنية واضحة صريحة تتحدث عن موته صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. تسمعها في ليل العابدين مزامير ترتلها ثغور الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يحسبون أنه يكون، فقد جبلت القلوب على التعلق بالمحبوب، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان مما قاله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. فما عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع إلا 81 ليلة. وقد بدأ مرض النبي بصداع حاد، حتى إنهم وضعوا على رأسه 7 من قرب المياه، وبين كل واحدة وأخرى كان يغشى عليه وهو يحاول أن يقوم ليصلي بالمسلمين فلا يستطيع، فأمر أبا بكر بالصلاة إماما للمسلمين، وعلم بقلق الصحابة عليه صلى الله عليه وسلم. فتقول السيدة عائشة: فكثر اللغط في المسجد إشفاقا على النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله،
يخافون عليك، فقال احملوني إليهم. وأمر الفضل بن العباس أن يأخذ بيده الشريفة حتى يدخل المسجد. جلس صلى الله عليه وسلم على المنبر مريضا، وقال للفضل نادي في الناس. فاجتمع الناس، ثم قال صلى الله عليه وسلم عبد خيره الله أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر ونادى قائلا فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم على رسلك يا أبا بكر. أيها الناس، إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وعاد الرسول إلى بيت عائشة وقد كانت آخر صلاة للرسول صلى الله عليه وسلم. ويأتي يوم الاثنين، أثقل الأيام، يوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم، يوم انتقل مختارا إلى الرفيق الأعلى. فبينما المسلمون في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، ونظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، فتبسم صلى الله عليه وسلم وأرخى الستر، فكانت آخر ابتسامة يراها المسلمون منه صلى الله عليه وسلم. اشتقنا إليك يا رسول الله، اشتقنا إليك يا حبيب الله، اشتقنا إليك يا رسول الله. وينقطع خبر السماء، ويتوقف جبريل عن أمر عزيز، جد عزيز، أشرقت به الأرض وسعدت به السماوات. إنه وحي السماء، وكان آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. وقد دعا النبي فاطمة رضي الله عنها في شكواه الذي قبض فيه، فقالت له وهي تبكي وكرب أبتاه، فقال لا كرب على أبيك بعد الآن، وأخبرها أنه سيقبض في وجعه هذا، فبكت. ثم أخبرها أنها أول أهل بيته لحاقا به، فضحكت. في هذا الضحك وفي ذلك البكاء على برزخ الفراق بين الدنيا والآخرة، أخلص الود والحنان بين الآباء والأبناء، سرها بنبوته وسرها بأبوته، فضحكت ساعة الفراق لأنها ساعة الوعد باللقاء. وأسند النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى زوجته عائشة، وأخذت سكرات الموت تتغشاه، وكان بين يديه إناء فيه ماء، يدخل يده في الماء
فيمسح به وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. تقول السيدة عائشة: فسقطت يد النبي وثقلت رأسه على صدري، فعرفت أنه قد مات، فلم أدري ما أفعل. فما كان مني غير أن خرجت من حجرتي وفتحت بابي الذي يطل على الرجال في المسجد وأقول: مات رسول الله، مات رسول الله. فانفجر المسجد بالبكاء. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم مطمئنا على الإسلام، داعيا لأمته بالخير. وخرج أبو بكر الصديق للناس يقول: يا قوم، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وبمن أبدأ يومي في صلاة الفجر؟ وكيف لي أن أدخل مسجدك وأنت لست فيه؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وقالت فاطمة: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب. ثم قالت رضي الله عنها: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مثواه، يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مثواه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.